هذه النشرة برعاية بنك HSBC. حققت السلطنة إنجازاً عالمياً غير مسبوق من قبل منظمة الصحة العالمية على مستوى الخدمات الصحية باجتيازها التقييم الشامل لإدارة اللقاحات بنسبة 99%، وبذلك تعد السلطنة الأولى عالمياً في هذا المجال. الجمعية العمانية للسينما تبدأ في تأسيس مكتبة وإطلاق موسوعة خاصة بالسينما العمانية لتشمل كافة الجهود التي بذلت على أرض السلطنة في هذا المجال. شرطة عمان السلطانية تلقي القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 6 جرائم سلب وسرقة في ولاية السويق. بلدية عبري تغلق مطعماً يقوم بإعداد الوجبات الغذائية للطلبة والطالبات بعدد من المدارس لافتقاره لجميع الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء.